لوين لليوم؟ وين القطعة؟ تفضل، هيدي أحلى قطعة ستيك. هيدي الستريب لوين؟ أيوه هيدي الستريب لوين. يا سلام عليك، شكراً. رمضان كريم وتحية طيبة لكل المشاهدين وين ما كنتوا عم بتتابعونا بلبنان وبكل أنحاء العالم عبر شاشة الأو تي في. يا سلام على سفرة رمضان، ما زلنا مترفين أنا وياكم خلال شهر رمضان المبارك من ستنس الجناح بالوصفات الرمضانية المميزة، ومثل العادة ومثل كل يوم خلال هالشهر الفضيل في عنا ثلاث وصفات لسفرتكم الرمضانية. عنا اليوم مثل العادة عندي رز البخاري بلحم الستريب لون، اللحم الأمريكاني العالي الجودة، أيضا وأيضا وصفة الحلو. اليوم في عندي السحلب، وعندنا كمان وكمان من شوربة القرنبيط. الورقة والقلم قدامكم، أنا امبارح خبرتكم، امبارح أنا خبرتكم إنه سكروا الدفتر وحطوه فوق التلفزيون، هلا افتحوا الدفتر وبلشوا سجلوا قدامكم. بالنسبة للحم الستريب لون، لحم الستريب لون لحم طري، خليني أنا خلينا نفتح قطعة اللحم، عن جد لحمي غير شكل، لكن قطعة جدا نكهة. شو بدي خبركم؟ وشكل كمان مثل ريحتها، لكن أول شي بين علي التكوين الرخامي الموجود بهيدي القطعة. هيدي القطعة طبعا هالتكوين الرخامي الحلو، ليه اخد هالعجل التكوين الرخامي؟ هيدي عجول تتربى على حبوب الصويا وعلى حبوب الذرة، لهالسبب بتعطي هالتكوين الرخامي. جودتها جدا عالية، نكهتها جدا رائعة، طراوتها حدث ولا حرج، ايضا وايضا نكهتها. شو بدي خبركن يا جماعة لحتى خبركن، واكيد لكل المشاهدين ولكل ستات البيوت اللي عم بيسألوني عن هاللحمة، انا بقولكن هيدي اللحمة حلال، وكل شيء لحوم امريكية بتجي على الشرق الاوسط بتجي حلال. لكن رز البخاري بلحم الستريب لوين يا سلام، ايضا وايضا عندي شوربة القرنبيط، وكمان في عندي السحلب. رح نبلش انا وياكم بالطبق الرئيسي لحلقتنا لليوم، الطبق الرئيسي اللي هو رز البخاري بلحم الستريب لوين. رح لكم المقادير، عندي من لحم الستريب لوين كيلو، عندي من رز البسمتي 3 كوب، عندي ايضا وايضا حبة بصلة، عندي كمان وكمان حص من التوم، واللي بحب التوم فيكن تحطوا 2 حص، زنجبيل، عندي زنجبيل طازة معلقة كبيرة، ايضا وايضا عندي هاي الحب من حبيت، كمان وكمان كبش قرنفل 4 حبات، لومي ايضا وايضا 2 حبات، عندي زعفران سائل 3 نقط، مرق لحم ايضا وايضا، لكل كوب من الرز بدي 1.5 كوب من مرق اللحم، كمان عندي ملح رشة، ما بدنا ننسى ايضا وايضا الجزر، لكن هون مثل ما عم بتشوفوا بلشت بالبصلة، رح احط بصل مفروم انا مع زيت الزيتون، حطيت مواد دهنية زيت زيتون، كمان وكمان بدي زبيب مقلي ايضا للزينة، لكن عندي بصلة على النار، رح اجي بهيدا الوقت اخد مبرشة صغيرة، ومنجي مع البصل منبرش جزر بهيدا الشكل. يا سلام، لكن على هالوصفات. بهالوقت انا بدي اشكر راعي هيدا البرنامج اتحاد مصدري اللحوم الامريكية، وايضا شركة اجري ماركتينج.
كمان بدنا نشكر ايضا وايضا الماستر شيف اللي مقدم لنا هالعدة الحلوة اللي عم نشتغل فيها خلال هالشهر الفضيل. انا برجع بذكركم متواجد بسبنس الجناح بهالوصفات الرمضانية الشهية المميزة، يعني عن جد اجواء رمضانية جدا رائعة بسبنس الجناح. خلينا نحركن شوي ونرجع منكفي ببرش الجزر، يعني هون منكرر العملية مع برش الجزر. عندي البهارات طبعا الحب كامل، عود القرفة، حب الهيل، كبش القرنفل، ورق الغار، حامض اللومي او حامض الناشف. اخذت كمية من الجزر بهيدا الشكل، وهلأ بنيجي نرجع شو بنعمل. بجيب لومي، يا سلام بدنا نقليهن، بدنا نشم هالريحة وهالنكهة الرائعة. كمان منحط ورق غار، كبش قرنفل مثل ما خبرتكن، الحب هيل، ومع التحريك المستمر. يعني عن جد برجع بذكركن بالنسبة للرز البخاري، رز البخاري زيت زيتون على النار، لكن عندي من زيت الزيتون على النار مع التحريك المستمر بصل، جزر، ورق غار، كبش قرنفل، لومي، حب هيل، وايضا من نستعين كمان وكمان بالزنجبيل الطازة. منضيف الزنجبيل الطازة مع التحريك المستمر، وهلأ صار الوقت لجيب التوم. كنت لنسأل البروديوسر بتحبي توم خفيف ولا توم كتير؟ يلا لكن بتحب التوم كتير، لكن منحط حصين من التوم بهيدا الشكل. عفوا، كمان منقليهن مع هالخليط. لكن ضفنا توم، وبهالوقت شو رح اعمل؟ وهلا صار الوقت طبعا لحتى نقطع هاللحمه، لحم الستريب لون، اللحم الامريكاني العالي الجوده. يعني تفضلي لعنا لهون لحتى نشتغل فيكي شوي. بس قبل ما اشتغل فيكي بدي دللك هيك، اعمل لك شويه مساج. يعني عن جد ليكو يا جماعه ما لقطع. اوكي انطريني رجع لي. البصله رح ضيف لها الرزات. عندي من رز الهندي طبعا مغسلهم، لكن رز البسمتي، رز الهندي، منخلطه بهيدا الشكل، منقلبه، منجيب من مرق اللحم. يا هلا مدام، رمضان كريم. لكن بضيف مرق اللحم بهيدا الشكل، لكن عم ضيف للطنجرة. برجع بذكر كل المشاهدين اللي انضموا الى شاشة الاو تي في، طنجرة على النار في بقلبها بصلة، زيت زيتون، ثوم، زنجبيل، جزر، عندي حب هيل، عود قرفة، حامض لومي، كبش قرنفل بهيدا الشكل. حطينا كمية من المي، وهلأ عندي كمان لكل، بذكركم بنحط رشة ملح، وبذكر كل المشاهدين رز الهندي أنا بحط له لكل كباية كباية ونص. في ناس بيقولوا كل كباية بده كبايتين، ولكن أنا هون عندي الرزات لا بغسل، بس بغسله ما بنقعه ولا بشي، بحطه بهالنار على النار، وبحط لكل كباية كباية ونصف. أوكي طيب، نحن حطينا مرق اللحم، وهلأ تركينا
تستوي. خلينا نوطي هالنار مثل ما عم بتشوفوا، اخذت كمية كافية من المي، هات لحط لي بعد شوي، مش غلط منضيفهم. اوكي يلا حطينا كل الميات، شو رح نغص بهالنقطة. يلا رح نجي للحم الستريب لوين، تضيف اللاية كمان وكمان على النار بهيدا الشكل. بستعين ايضا وايضا بزيت الزيتون كمان بهيدا الشكل. يا سلام عن جد على هالوصفة الرائعة. هون استعملت زيت زيتون كمان من سبينس. بيجي ليكو الطراوي، ليكو ملاحظة لكل المشاهدين، عطول قطعة اللحمة منقطعها بعكس الأنسجة لحتى تضل طرية كمان بهيدا الشكل. لكن برجع بعيد لكل المشاهدين انضموا إلى شاشة الاو تي في، هيدي لحم الستريب لوين، اللحم الأمريكاني العالي الجودة، مثل ما عم بتشوفوا الطراوي كيف أنا عم بقطعها بهيدا الشكل، عن جد غير شكل، نكهتها رائعة كمان وكمان. يا سلام عن جد على هالوصفة. اوكي رح نجي لكن لايكو 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 الطراوي لايكو لايكو. اوكي لايكو طراوتها للحمة لايكو. هلا انا رح قليها، بدي احط لها مي مش لحتى انه تطرى، لان هي خلص تطرى طرية، هي اللحمة طرية، ولكن انا بدي احط لها شوية مي لحتى سقي الزوم تعولها، تعول هاي اللحمة بنكهة الرزات لرز البخاري. كمان مع التحريك المستمر نستعين كمان بمعلقة خشب تانية ايضا وايضا لحتى اقلب اللحمة على النار. لحم الستريب لوين من اللحم الامريكاني العالي الجودة، منقلبهم بهيدا الشكل. رح اجي ضيف لقلهم، يا سلام عن جد على هالنكهة الجدا رائعة. كمان وكمان في عندي من وينن وينن احنا منحط مواد معطرة منكهة، لومي، ورق غار، عود قرفة، كبش قرنفل، وهيل رشة. اوكي لكن هي اللحمة نكهتها منا وفيها، بس انا حطيت المنكهات. بدي اخد هيدي اللحمة، ضيف هاللحمة فوق الرزات، لكن منقلبهم عن جد. يا سلام على هالوصفة الغير الشكل. انا بهالوقت برجع بعيد لكل المشاهدين انضموا لشاشة الاو تي في، في عندي هالوصفة الطبق اللي عم بحضره لحلقتنا لليوم، رز البخاري مع لحم الستريب لوين. اول شي حطيت طنجرة على النار في بقلبها زيت الزيتون، حطيت بصل، حطيت برش الجزر، حطينا توم، حطينا زنجبيل، حطينا ورق غار، عود قرفة، كبش قرنفل، حب هيل، حامض لومي ايضا وايضا، حطينا رز البسمتي، مرق اللحم، وناطرين الطبخة لحتى تصير جاهزة عنا تنشف او تنشف المي عن وجه الرزات. اما بهالوقت طبعا بدي اذكر كل المشاهدين فيكم ترجعوا تفوتوا على السوشيال ميديا لليو اس ميت وتشوفوا كل الطبخات، كل الوصفات، كل الحلقات، وما تنسوا تعملوا لهم فولو كمان لليو اس ميت. عم بتشوفوا انتو مواقع التواصل الاجتماعي عم تمر قدامكم ايضا وايضا على الشاشة. انا بهالوقت يا شيف حسين شو رح تعمل؟ رح اجي جيب مي. لشو المي؟ مثل ما خبرتكم بدي حط مي كمان للحمة. مو سبدنا غطى للطنجرة لحتى نغطي الطنجرة ليتنبتوا الرزات على نار هادي، لكن
بنيجي لحمي على النار منقلبهم. يا سلام، وين هالكاميرا؟ وين؟ يلا رح نغمرهم بالماي، اوكي، بهيدا الشكل، وبنتركهم لحتى ناخد المرق ونضيف رشة مرق فوق الرزيت لناخد النكهة والمذاق الرائع. لكن مشاهدينا، اللحمة على النار، انا بدي خفف تحت الرزيت، خلينا نوص النار على الاخر لحتى الرز يتنبت على نار هادية. بضل بدنا نعمل له قلية زبيب لنرشها على الوجه، هيدي بنعملها باخر فقرة من فقرات يا سلام على سفرة رمضان. عنا شوربة القرنبيط، هول القرنبيط جاهزين عندي مع الكرافس بالاضافة مع البصلة، رح نقليهم بالزبدة مع قليل من زيت النباتي. ليه منحط زيت نباتي؟ الزبدة لحالها تحترق على النار، رح اخبركم انا بعد شوي بالتفصيل عن كامل وصفاتنا لليوم. اما خلينا نتوقف نحن وياكم مع بريك قصير وبنرجع سوا. بالعودة لكم مشاهدينا من سبينس جناح بالوصفات الرمضانية المميزة اللي بلشنا فيهم بأول فقرة من فقرات يا سلام على سفرة رمضان. طبعا الرزات بلشوا يأشرفوا على نهايتهم. حضرنا الرز البخاري مع لحم الستربلوين، اللحم الأمريكاني العالي الجودة. الرزات رز البخاري بلش يأشرف على نهايته أيضا، وأيضا عندي اللحمة كمان، هيدي اللحمة صارت جاهزة لأن ما بدها كتير وقت على النار. طفيت النار أنا تحتها، استويت، رح شيل الطنجرة حطها على جنب لحتى طبعا يتنبت الرزات. أنا بهالوقت رح أرجع أخبركم بالتفصيل شو حضرنا بأول فقرة من فقرات يا سلام على سفرة رمضان. بأول فقرة لكن حطيت طنجرة على النار في بقلبها من زيت الزيتون، قليت بصل، قليت جزر مبروش مع ثوم، ايضا وايضا زنجبيل طازة، كمان حطينا من لومي بالاضافة لعود القرفة لورق الغار، كمان وكمان حب الهيل وكبش القرنفل، قليناهن، شمينا ريحة البهارات. بعد ما شمينا ريحة البهارات جبت ايضا الرزات، رز الهندي، قلبتهم مع رز الهندي، ضفت لهم مرق اللحم مع رشة ملح صغيرة، والرزات على جنب عم بيتنبتوا. جبنا كمان قلاية حطينا بقلبها زيت زيتون، قليت لحم الستربلوين العالي الجودة، النكهة غير شكل، كمان لأخذوا لون حطيت لهم مواد معطرة. شو يعني؟ يعني عود قرفة، كبش قرنفل، بصل، هيل، هيدي كلها تعتبر من المواد المعطرة، وغمرتهم بالماي. زيت الزيتون على النار لشو؟ لحتى نبلش نحضر شوربة القرنبيط. شوربة القرنبيط بدنا المكونات. عندي قرنبيط حبة، مرق الدجاج كمان وكمان لتر واحد، ايضا بصلي حبة، كمان عندي فينا نحط بصل حبة، وايضا فيكن تحطوا حبة ونص، كرافس عود، ايضا وايضا زبدة معلقة كبيرة، بهار ابيض كمان بدنا رشة، ايضا وايضا بدنا ملح رشة، وبدنا كمان وكمان كوب من كريمة الطبخ. هيدي هي لكن المكونات لشوربة القرنبيط. بصلي على النار، رح نجي بهالوقت ناخد زبدة، حط لها زبدة مواد دهنية كمان
ناخذ نكهه رائعه. اللحمه على النار عم ندبل البصله مع زيت الزيتون. بهالوقت بنيجي للقرنبيط مثل ما عم بتشوفوا، عم بقطع القرنبيط انا بهالشكل لحتى يستوي دغري ونقدر نرجع نطحنه بعد ما نضيف له كمين وكمين من البهار الابيض والملح. يعني مثل ما عم بتشوفوا خلال شهر رمضان المبارك، يا سلام على سفرة رمضان، على طول في عنا انواع شوربة جديدة، وشوربة القرنبيط، شوربة البندورة، شوربة الجزر، شوربة العدس مع الشعيرية، والعديد من الشوربات. اخذنا نحن هون بهالوقت ننقلها المعلقة عميلة تانية، منجيب القرنبيطات منحطهم فوق البصلات بهيدا الشكل. شوربة القرنبيط، زيت زيتون وزبدة، بصل جوانح، كمان وكمان في عندي من القرنبيط. وهلا شو رح نعمل؟ هلا رح اجي اجيب الكرافس، كمان رح احط كرافس. يا جماعة ما بتصدقوا الكرافس قديش عن جد عنده قيمة غذائية جدا عالية. فرمت الكرافس بهيدا الشكل، لضيفهم كمان بهيدا الشكل فوق القرنبيط. يا سلام عن جد غير شكل. طيب مع التحريك المستمر، يعني شوربة القرنبيط، نرجع من عيد لكل المشاهدين اللي انضموا الى شاشة الاو تي في. طنجرة على النار في بقلبها زيت زيتون، في بقلبها زبدة، بصل، جوانح، كرافس، قرنبيط، منقلبهم مثل ما انا عم بقلبهم بهيدا الشكل، عن جد غير شكل، نكهة رائعة كمان. يلا انا بهالوقت برجع بذكر كل المشاهدين، الملح حقنا، فيكم ترجعوا تفوتوا على الويب سايت لليو اس ميت تشوفوا كل الحلقات وكل الطبخات وكل الوصفة. شو وضع الرزات عنا هون؟ يا سلام عن جد على هالريحة الحلوة، ريحة مميزة. هون نحن تركينه مثل ما خبرتكم بالطنجرة لحتى يتنبتوا، بس خلينا نشوف نحن كيف مفرفدين. اوكي شفتهم الكاميرا كيف مفرفدين، يا عيني على هالرزات الغير شكل. يا رودي بيطلعوا معك بلوك واحد، بتكوني عم بتكتري مي، هاي اول شغله، وبتكوني بعد ما غلو كل شوي بتكمشي هالمعلقه، بتصيري تحركيهم بيلزقوا ببعض بيخبصوا. لكن لحتى ما يخبص الرز معكم، مثل ما شفتوا انا حطيتهم، قلبت الرزات، حطيت المرق، فيني حركهم كل شيء في مي على وجههم بقدر حركهم، اما بس تنشف المي ببطل فيني حركهم لحتى ما يلزقوا عندي. لكن هون الاساس بنرجع عن جد غير شكل. بنجي بهالوقت شو رح اعمل؟ رح جيب مرق دجاج او فيني جيب مي، ما عندكم اي مشكله. حط المي بهيدا الشكل ويلا خليكن عم تغلوا على نار هادية. الهاند ميكسر جاهز عندي، بدي اطحن هيدي الشوربة بعد ما تغلي، بعد ما يستوي القرنبيط، بعد ما يستوي الكرافس راح اطحنهم، حط لهم كريمة، رشة ملح، رشة بهار، حصلنا على شوربة غذائية شهية لسفرتكم الرمضانية. طيب في صنف اليوم ما حكينا عنه اللي هو السحلب. اليوم السحلب كمان نحن محضرينه بطريقة سهلة وسريعة. كيف يعني بطريقة سهلة وسريعة؟ أول شيء خلينا نشيل كمان اللحمات على جنب، ورح نجيب كمان وكمان عندي قلي رح احطها على النار. عندي سحلب رح احط له نشا
وراح نحط له سكر لكن سحلب، راح نحط له نشا، راح نحط له سكر، راح نحط له ماء الزهر، ماء الورد ومسكي، بناخذ نكهه جدا رائعه. بعد شوي بخبركم انا عن مكونات السحلب. هلا خلينا نحن مشمرين هيك عن زنودنا وعم نحضر الطبق الرئيسي. الطبق الرئيسي بده زبيب، بدي اقلي شويه زبيب لحطهم على هالوجه وزين هالطبق لسفرتي الرمضانيه لليوم. لكن بلشنا عندي من الزبيب، رح اقلي الزبيب، خلي الزيت شوي يحمى. هول الزبيب رح نقليهن، رح حطهم على وجه الرز البخاري. مدام بتعرفي تعملي رز بخاري؟ طيب شو رايك تحطي ميكرو وتيجي تخبرينا؟ مشغولة؟ عم تعملي شوبينج؟ يلا بدي اقول لك رمضان كريم. لكن عندي زيت زيتون او زيت نباتي على النار، عندي الزبيب طنجرة ايضا على النار. بدي انا اترك الارنبيط يستوي ينهلط، اطحنه، حط له كريمة مع رشة ملح ورشة بهار. الزيتات برجع بذكركم على النار. لحم الستريب لوين، خليني بهالوقت انا لكن حمص الزيتات، شوف شو صار في عندي بلحم الستريب لوين. لايكم هلا لحم، لايكم هاللون الحلو عن جد. يا اهلا وسهلا، يا اهلا وسهلا. لايكم هاللحمه هون، انا قليتها ورجعت زدت لها مي لحتى اخذ من الخواص. لشو الخواص؟ يلا رح اخذ من هالمي ورح احط فوق الرز بهيدا الشكل. يا سلام عن جد، لحتى نكه بنكهه اللحم ايضا وايضا. اوكي بنحط الزبيب كمان بهيدا الشكل، منقلبهم. طبعا الزيتات لازم يغمر الزبيب. وهول رح نطفي النار دغري، طفيت النار تحت الزبيب، ما تركتهم يطاولوا مثل ما عم بتشوفوا. عن جد يا سلام على، طبعا بيحترقوا دغري الزبيبات، فدغري انا طفيت النار تحت الزبيب. يا سلام عن جد عن جد، يعني اطباق رمضانيه شهيه يوميا عم نحضرها لسفرتكم الرمضانيه. طيب خلينا نشوف هون شو عندي. عندي مكونات السحلب. خلينا بهالوقت خليني اقول لكم على المكونات للسحلب. مكونات للسحلب بالحل، عندي 6 كوب من الحليب السائل، ايضا وايضا 3 معالق كبار من نشا الذرة، عندي كمان وكمان من سكر 2 الكوب، مسكي معلقة صغيرة او رشة، ماء الزهر 2 معلقة كبار، قرفة ايضا وايضا رشة، كعك حسب الرغبة. هون انتو حسب ما بدكم بتضيفوا الكعكة. لكن صار عندي او خبرتكم انا على المكونات للسحلب، رح نطبق السحلب بعد شوي. اما هلا خلينا نتوقف نحن وياكم مع بريك قصير وبنرجع سوا. بالعوده لكم مشاهدينا من سبينس الجناح بهالوصفات الرمضانيه اللي بلشنا فيها باول فقره من فقرات يا سلام على سفره رمضان. وصلنا كمان لاخر فقره من فقرات يا سلام على سفره رمضان بهالاطباق الغير شكل اللي عم نحضرهم اليوم لسفرتكم الرمضانيه. كان في عندنا الرز البخاري بلحم الستريب لوين، اللحم الامريكاني العالي الجوده، كمان وكمان في عنا شوربة الأرنبيط
ايضا وايضا في عنا السحلب. هيدا طبقنا لليوم، وصفة الحلو لحلقتنا اليوم في عنا السحلب. قبل ما بلش بالسحلب طبعا رح خبركن على المكونات. بدي للسحلب لتر من الحليب السائل، بالاضافة كمان نشا الذرة 3 معالق كبار، ايضا وايضا تلتين الكوب من السكر، عندي مسكة ايضا معلقة او رشة ماء الزهر معلقتين كبار، قرفة رشة، وطبعا عندي كعك انتو مثل ما بترغبوا. عندي حليب لتر او 3 كوب بهيدا الشكل. بلشت بالحليب، رح احط كمان وكمان من النشا، رح احط بالاضافة السكر، لكن عندي حليب، عندي نشا، عندي سكر، رح احطهم على النار مع التحريك المستمر. وهون في عندي طنجرة كعبة سميك لحتى ما يلزق فيها الحليب. لكن الحليب بلشنا بالسحلب. يا اهلا وسهلا، عم تحبي طبخاتنا؟ عم تحضرينا؟ يا اهلا وسهلا. لكن بنحط طنجرة على النار فيها الحليبات مع السكر. وبهالوقت برجع بذكر كل المشاهدين اللي انضموا الى شاشة الاو تي في، عندي طنجرة في بقلبها بصل، زيت زيتون، زبدة، كرافس، قليتهم مع بعض، ضفت القرنبيط، مرق الدجاج، وهلا صار الوقت لحتى نطحنه. لكن رح بلش انا بطحن القرنبيط. يعني عن جد يا سلام على هالريحة شو حلوة، وعلى هالاطباق الرمضانية لحلقتنا لليوم غير شكل. عم نطحنهم بهالشكل بعد ما كنا مقليين القرنبيط. بعد ما خلصنا بدنا نملح هالوصفة، بدنا نحط لها ملح، بدنا نحط لها كمان وكمان من البهار الزبيب. قليت الزبيب وصار جاهز عنا لنحطه على وجه الرز البخاري مع اللحمة الستريب لوين بعد ما كنت مقليها وايضا سلقنيها شوي مع المواد المعطرة. برجع بذكر كل المشاهدين، حطينا طنجرة على النار للرز البخاري، حطيت زيت زيتون، قليت بصل ناعم، ثوم ناعم، زنجبيل، جزر، قليتهم مع بعض، ضفت عندي البهارات، البهارات الكاملة مش المطحونة، حطيت من البهارات لكن عود قرفة، ورق غار، حامض لومي، كبش قرنفور، وايضا عندي من حب الهن. لكن هون طحنا الشوربة وهيدي صارت جاهزة عنا. شو رح نعملها لشوربة القرنبيط؟ شوربة القرنبيط من الشوربات الرمضانية المميزة. أنا بهالوقت برجع بذكركم فيكم ترجعوا تشوفوا كل هالوصفات والحلقات على السوشيال ميديا لليو اس ميت. وقبل ما تخلص حلقتنا فوتوا هلا أنتوا قاعدين اعملوا لي فولو على انستغرام شيف دوت حسين عبد الساتر، واشتركوا بالقناة الخاصة لإلي على اليوتيوب شيف حسين عبد الساتر. هيك أنا بكون ضفت أيضا وأيضا رشة بهار مع كريمة الطبخ. ايضا وايضا بدنا نملح. هيدي شوربة القرنبيط لكن صار جاهزة عندي. هلا صار الوقت لحتى تغلي غلوة وشيلها لنقدمها. خليني طلع هالسحلبات على النار. لكن السحلب مع التحريك المستمر، تارك السحلب لحتى يتماسك. بعد ما يتماسك السحلب راح احط من المسكة وماء الزهر. شو رح نعمل نحن بهالوقت؟ رح نخلط الشوربة كمان بهيدا الشكل. عن جد ريحة جدا رائعة مميزة. وهون اذا بدكم فيني اجي ايضا عندي من لحم الستريب لوين، اوكي، فيني اجي اخذ من المرق تاع الستريب لوين حطها ونكه الشوربة فيها كمان مش غلط. مع التحريك بهذا الشكل خلينا نقوي النار، لروح جيب الصحن، لحضر الصحن، لبلش اسكب الشوربه
طبعا لحلقتنا لليوم. كمان لكن بهيدا الشكل الشوربة هون. يلا غلوي وحدة، سحلب على النار، رح طفي النار تحت الشوربة ونجي انا وياكم. نجي بهيدا الشكل، انا هيك كون سكبت الشوربة لحلقة. طيب لكن الشوربة صارت جاهزة عنا، منمسحها. هيدي هي الشوربة، وخليني اخبركم شغلة كمان وكمان، مع هالشوربة فيني ايضا اجي اخد من لحم الستريب لوين. المكونات اللي مرقت قدامكم على الشاشة بأول فقرة وبتاني فقرة، من يا سلام على سفرة رمضان ما في بقلبها لحم ستريب لوين، ولكن أنا على الهوى حبيت إجي هيك نكه لكم الشوربة لسفرتكم الرمضانية لليوم. عن جد يا سلام على هالطبق المميز. رح إجي كمان، لا لا ما تخافي ما بيخلصوا، في للرزات في كمان بهذا الشكل، ورح اجي اقدم هالطبق. لكن هيدا اول طبق صار جاهز. خليني قبل ما انتقل للرز البخاري نعملنا تحريكة للسحلبات. شو بنقول لهم، سحلب ولا سحلبات؟ فاذا السحلب، برجع بذكر كل المشاهدين اللي انضموا الى شاشه الاو تي في، سحلب حطينا حليب 3 كوب، ثلثين الكوب من السكر، 3 معالق كبيره من نشا الذره، المسكه نطرتنا حاضره ناضره عنا، وايضا عندي ماء الزهر كمان ناطرينا لحتى نضيفهم، القرفه والكعكات كمان جاهزين. هلا صار الوقت لاجي اسكب الرز البخاري. قبل ما نسكب الرز البخاري بنرد الرزات على الصحن هيك لحتى نلونهم بالزعفران. مثل ما خبرتكم في عندي كمان من الزعفران السائل. اوكي طيب، حطينا لكن من الزعفران السائل، بنحط كميه كثير قليله لحتى نلونه. وانا هون صار في عندي هالرزات ملونين عم نشوفهم، لكن مثل ما عم بتشوفوا الرز كيف تلون. يا سلام عن جد على الوان هالرز غير شكل. اوعى تقوموا من قدام الشاشه، خليكم عم بتتابعونا. بعد ما خلص واسكب هالوصفه رح خبركم شو حضرنا بحلقتنا لليوم. خليني اجي انا وياكم على السحلب. يعني عن جد يا سلام على هالاجواء الرمضانيه الموجوده بسبينس الجناح. طيب هون مثل ما عم بتشوفوا هيدا الرز البخاري، هون في عندي اللحمه، عم بسكب اللحمات بهيدا الشكل، لحم الستريب لوين، اللحم الامركاني طبعا العالي الجودة. لا هيدي حبة قرنفل، هيدي حبة قرنفل اللي حطيناها نحنا مع البهارات الكاملة. اوكي انا وزعت اللحمة بهيدا الشكل. خليني اجي كفي طبخاتي وصفاتي، رح حط كمان وكمان من الزبيب، رح وزع الزبيب بهيدا الشكل. الزبيب حمينا الزيتات وحطينا الزبيب على الوجه، وهون بدي اقول لكم كمان وكمان فيكم ايضا تحطوا من الجزر المبروش على الوجه. وهيدا هيك طبقنا
بيكون صار جاهز. سحلب على النار. شو رأيك بهالطبخات؟ تمام؟ رمضان كريم. يلا هيدا الطبق الثاني لحلقتنا كمان صار جاهز. يلا خلينا نبلش نشيل من قدامنا لنقدم هالوصفات الرمضانية المميزة لحلقتنا. اوكي طيب هول هن الوصفات. يا سلام على السحلب، او يا سلام على شوربة القرنبيط، او يا سلام طبعا وطبعا على رز البخاري. يا وصفة الحلو بقي عندنا هالوصفة السحلب اللي نحنا طبعا كلنا ناطرين السحلب لحتى تتماسك او لحتى يتماسك هيدا الخليط. رشة قرفة على الوجه، الكعكات جاهزين وطبعا منقدمه بعد الافطار، وفيكم تتناولوه ايضا وايضا على السحور حسب ما انتو بترغبوا. لكن ثلاث وصفات لسفرتكم الرمضانية بلشنا فيها من بداية يا سلام على سفرة رمضان. كان في عندي رز البخاري، يعني اليوم مثل ما عم بتشوفوا هاللحم هو سيد هالسفرة، لحم الستريبلون من اللحوم الامريكية العالي الجودة. هاللحم بتتميز بطراوتها بنكهتها بالتكوين الرخامي الموجود فيها، لان طبعا عجول تتربى على حبوب الصويا والذرة. كمان وكمان لكل اللي عم بيسألني هيدي اللحمة شو، هيدي اللحمة حلال. كل شيء لحوم امريكية بتجي على الشرق الاوسط بتجي لحم حلال. لكن حطينا طنجرة على النار في بقلبها زيت زيتون، عم نحكي على رز البخاري. قلينا بصلة مع الجزر مع التوم مع الزنجبيل، بالاضافة كمان وكمان حطينا اللومي وايضا كبش القرنفل، ورق الغار، عود القرفة. اخذنا هالنكهة والمذاق الرائع. كمان وكمان جبت من الرز الهندي، لكل كوب من الرز الهندي بدي كوب ونص من المرق او اللحم. قلبنا الرز الهندي مع هالمكونات مع البهارات الكاملة. عن جد يا جماعة يا سلام، حطيت المرق وبعد ما حطيت مرق اللحم غمرتهم لحتى استووا. حطينا زعفران قلبناهم وسكبناهم مع لحم الستريبلون. حطيت قلاية على النار، قليت لحم الستريبلون بتيجي لحمة، هيدي لحمة طرية ما بدها كتير وقت، يعني إذا بدي فيني قليها وحطها، بس ولكن أنا بدي من مرق لحم الستريبلون. حطيت ترشة على الرزات، أخذنا نكهة جدا رائعة. قدمت لحم الستريبلون مع رز البخاري، حطينا على وجهه الزبيب. لكن هيك بنكون قدمنا الطبق الرئيسي لحلقتنا لليوم. اما في عندي شوربة القرنبيط، حطيت طنجرة على النار. بالنسبة لكن يا جماعة لشوربة القرنبيط، حطينا طنجرة على النار، ضفنا زيت زيتون مع الزبدة، بصل كمان وكمان. يلا خليها تجي الكاميرا شوي لعنا. لكن زيت زيتون مع الزبدة مع البصل مع الكرات مع القرنبيط، قليناهن، ضفنا لهم مي او مرق الدجاج غلو، طحنتن، رشة ملح، رشة بهار، كريمة الطبخ. حصلت على شوربة غذائية وايضا نكهتها جدا رائعة. السحلب يا سلام، عن جد على هالسحلب. كمان السحلب صار جاهز لطبقنا لسفرتنا لليوم. يلا خليها تاخذها الكاميرا. اوكي عن جد عن جد عن جد عن جد عن جد غير شكل. لكن هيدا السحلب رح بلش اسكب انا السحلب بهيدا الشكل. كمان وكمان رح نسكب ثلاث فخارات من السحلب. يلا لكن بلشنا نشرف على نهاية طبخاتنا وصفاتنا لحلقتنا لليوم. هيدا اخر طبق بفقرة، طبعا بفقراتنا. ما زدنا المسكة، معلش منردن هيك، ما بيأثر ما بيأثر، نرجع منجي.
للمسكة وبنرجع بنجي كمان وكمان لماء الزهر ما بيأثر نسوي. اخذ لي عقلي لحم الستريبلوين وايضا الرز البخاري، فما علي شيء، سامحونا يا جماعه اللي بشم ريحه هاللحم الغير شكل، اللحم العالي الجوده كل نهار عم نشتغل فيها، اكيد بده ينسى المسكي وينسى ماء الزهر. لكن نرجع نسكب، يا سلام على الريحه، يا سلام كمان. اوكي يلا فرجيني، هول هني وصفتنا، معرفه ولا بلا قرفه؟ يلا هاي معرفه وهاي رشه قرفه كمان، هول كعكات، وهيك كون انا قدمت لكم سحلب لسفرتكم الرمضانيه لليوم. هيدا هو كان طبق الحلو. طيب هول هني لكان وصفتنا، برجع بذكركم فوتوا هلا اعملوا لي فولو على انستغرام شيف دوت حسين عبد الساتر، واشتركوا بالقناه الخاصه لإلي على اليوتيوب شيف حسين عبد الساتر. اكيد كمان فوتوا على اليو اس ميت لتشتركوا ايضا وايضا بالقناه لالون، وكل السوشيال ميديا مواقع التواصل الاجتماعي لليو اس ميت عم تمرق قدامكم على الشاشه. هول هن وصفاتنا، ان شاء الله يكونوا نالوا اعجابكم. انا بدي اقول لكم الف صحه، وانطروني بكره بنفس التوقيت بوصفات رمضانية جديدة، وبدي ودعكم وقلكم إلى اللقاء.